زي ما اتكلمنا عن الحفل المنتظر والمرتقب للفنانة سعاد ماسي وحمزة نمرة ومسار إجباري. خلونا نتكلم عن الفنانة سعاد ماسي بالتحديد اللي بتستعد للحفل في مهرجان العالمين. الفنانة الجزائرية سعاد ماسي مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني. في الحقيقة هي بدأت رحلتها في الوسط الفني منذ التسعينات، أثبتت نفسها في الشرق الأوسط بأغنيات زي مسك الليل واللي حملت اسم ألبومها الثالث بعد أول ألبوماتها الخاصة راوي، وفي الحقيقة أتبعته بنجاح كبير جدا لتاني مشروعاتها الغنائية واللي هو داب، ومن ثم تم ألبوم أو حرية. كملت مشوار ألبوماتها كمان بألبوم المتكلمون، وترشحت لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا سنة 2020 ضمن جوائز سونج لينس العالمية، وكانت الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين. خلونا نتكلم أكتر عن حفل سعاد ماسي، بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف المايسترو أحمد عويدة قائد الفرقة الموسيقية لحفل الفنانة سعاد ماسي بالعالمين. يا مساء الفل عليك يا مايسترو. مساء الفل عليكي. يعني حفلة مهمة جدا وكبيرة قوي، سعاد ماسي ليها جمهور من جميع أنحاء الوطن العربي، احكي لي كده بتستعدوا للحفل إزاي؟ صحيح، أولا حابب أتوجه للمهرجان العالمين بالشكر والشركة المتحدة على المجهود الكبير المبذول، ويا رب دايما من نجاح لنجاح كده يا رب. يا رب. بالنسبة للتجهيزات، أنا وسعاد ماسي حاليا شغالين يعني بنحط اللمسات خلاص الأخيرة كده، بحيث يكون في تنوع في الأغاني ما بين التوزيعات وستايل كل أغنية والتانية، فخلاص نعتبر في اللمسات الأخيرة يعني. طيب يعني عايزه اتكلم كده عن الاغاني اللي انتوا هتغنوها في الحفله، في اغاني كده معينه معلقه مع جمهور سعاد، يعني احكي لي لو في مفاجآت هتحصل، ايه الاغاني اللي انتوا حضرتوها؟ في من ضمن الاغاني في مسك الليل، في غيرك انت، وفي اغنيه سلام. غيرك انت دي يعني ليها مكانه طبعاً خاصه. طبعا طبعا. وفي اغنيه سلام دي من اول الاغاني اللي هتتقدم باللهجه المصريه مع سعاد ماسي. السنه دي يمكن في اختلاف شويه، لان المره دي هتبقى اول مره سعاد هتغني على اوركسترا بالكامل. في تنوعات بشكل اوركسترالي وتوزيع مختلف، يعني المرة دي ناس هتسمع سعاد بشكل مختلف تماما. احنا متحمسين قوي لده. طيب سعاد حاسة بإيه وهي بتقدم قدام الجمهور المصري؟ هل هي متحمسة؟ احكي لنا أكتر عن يمكن كمان انطباعها عن المهرجان. هي سعيدة جدا أولا بمشاركتها في المهرجان، ودي تعتبر، لأن سعاد جات مصر من حوالي 6 سنين وتعتبر بعد فترة غياب بترجع مرة تانية، فهي متحمسة جدا تقابل الجمهور المصري وبالذات حفلة في مهرجان العالمي. مايسترو، احنا شفنا يعني يمكن في حفل الافتتاح الستيج عامل ازاي، المهنية اللي كل الناس فيها، اهتمام كل الناس بانه من اول واحد واقف على قدام الستيج لاخر واحد بعيد خالص الصوت يوصل له بتقنيات عالية جدا. احكي لي عن انطباعك انت عن الجمال اللي احنا شايفينه يمكن كمان قدامنا على الشاشة دلوقتي، السكرينز او الشاشات الكبيرة اللي موجودة بخلف المسرح، احكي لي عن انطباعك. هو انا شايف قدامي انبهار، احنا عندنا يعني مسارح تعتبر دلوقتي من اكبر المسارح تضاهي مسارح العالم يعني، فانا شايف الصوره حاليا حتى معاك انا منبهر جدا. وشايف ان السنه دي في اختلاف بيكمل نجاح السنه اللي فاتت، يعني الاهتمام كبير جدا جدا، وطبعا فكره ان احنا عندنا مسارح زي ديت وتقدم عليها حفلات زي كده وتتسع لأعداد كبيرة من الموسيقيين، ويمكن أنا شايف إن احنا دلوقتي قربنا نوصل له، يمكن خلاص بقينا واصلين الشكل العالمي. يعني احنا متحمسين كمان ان احنا نحضر حفل وننقل حفل سعاد ماسي على ستيج مهرجان العالمين. مايسترو احمد عويده قائد الفرقه الموسيقيه لحفل الفنانه سعاد ماسي بالعالمين، بنشكرك وبنتمنى لكم التوفيق.